طبعا مو بس في مصر، بشكل عام هذا النص اللي كنت استناه. كنت ابغى نص مختلف، كنت ابغى شخصيه مختلفه تطلعني من الكومفورت زون حقي، تطلعني من اسيل اللي الناس تعودوا يشوفوها بدور كيوت تحب وحبيبه خلاص. اتوقع هذا النص، هذا المخرج اللي راح يطلعني من هذه خلينا نقول من هذا الاطار. وجمهور اسيل المصري والعربي اكيد بانتظار هالخطوه، خاصة وإن كانت لاقت صدى كبير بإطلالتها الدرامية مع تامر حسني بكليب ناسيني ليه. تعال يلي نفسي بحضنك أنت. ورغم إن الجمهور انتظر يكون الفيلم اللي بتصوره أسيل مع تامر حسني، إلا إن الأخبار بتأكد إنهم ما راح يكونوا سوا، ونحن حاولنا نعرف منها تفاصيل أكثر عن هالعمل. حيموتني المخرج لو قلت أي شيء لأنه مو مسموح لي، بس حقول لك بعد ما نوقف تصوير. وهالفيلم لأسيل راح يجي بعد غياب لسنوات عن المسلسلات والأفلام، رغم إنها دائما بتعلن عن تصوير مشاريع ولكنها لا تبصر النور. أحيانا يضايقني لأنه أحس إنه عندي حماس كبير، أبغى أشوف العمل يطلع وأبغى أشوف ردة فعل الناس. في نفس الوقت إلي مو مهتمة بالكمية قد ما مهتمة بالكواليتي الشغل. ما بيهمني إنه أكون موجودة في كل مسلسل، أو ما بيهمني إنه الناس كل ما تفتح قناة تشوف وجهي، يهمني إنه الناس لما تشوفني تتذكر هذا العمل بالتحديد أو هذا المشهد. وفعلاً الجمهور دائماً بينشر مقاطع لأسيل من أعمال قديمة شاركت فيها. يعني يمكن في مسلسلات اليوم سويتها في ناس تتذكر مشاهد ما تتذكر المسلسل، يعني تتذكر غرابيب سود، هارون الرشيد، مقاطع معينة. أنا هذا الشيء يسعدني، وأتوقع إني اليوم دخلت إلى مرحلة جديدة، مرحلة إني لازم أختار صح مش أختار كثير. ورغم إن أسيل شبه غائبة عن الأعمال السينمائية والدرامية، إلى إنها حاضرة بقوة عربياً وعالمياً من خلال الشركات اللي بتهتم بالموضة. وسينماتيك سأل أسيل عن سبب إقبال البراندات العالمية للتعاون معها. لأني ما أطلع كثير، لأني سلكتف، وقاعدة أحاول أكون سلكتف في كل شيء في حياتي. أحاول أختار حتى لو أخذ وقت، حتى لو أخذ مني مجهود، حتى لو خلاني أقعد ببيت وأستنى، أحاول إنه أختار الشيء الصح. وأعتقد التواجد في كل مكان أحياناً كمان ما يكون صحي 100%. ولكن هالشيء بيعرض أسيل لبعض الانتقادات، خاصة وإن صفحاتها تحولت فقط لمنشورات خاصة بالجمال وابتعدت عن المنشورات الخاصة بالتمثيل. الحين بعد إن شاء الله إصدار الفيلم اللي صورته في مصر، أي ثينك راح يصير في توجه ثاني.